تعال نشوف الليفل الخاص بالريدندنسي. دي التوبولوجي بتاعت اهي، ادي الراوتر الاولاني ده اللي هيطلعنا على النت. وقع حطيت مكانه راوتر ايه، راوتر تاني، وده الاي اس بي ار 3. ده بالنسبه لي بيمثل لي الاي اس بي بتاعي، تمام. ار 3 ده الاي اس بي، واللوب باك ده 444 ده اللي هو سيرفر ايه، سيرفر ياهو اللي موجود. انا دلوقتي واقف على الجهاز ده وعايز اطلع لمين، لسيرفر ياهو ده. بس قدامي كام طريق، طريق ايه، يطلع من هنا يطلع من ده، تمام. انا حاطط عامل ده اساسي وده ايه احتياطي، لو ده وقع هروح من خلال مين التاني. فانا دلوقتي هخش على البي سي بتاعي، ادي البي سي رقم 1 اهوت، انيبل كونفيجر تيرمينال، هقول له نو اي بي راوتنج. بعد اذنك انت مالكش راوتنج، ما تشتغلش كراوتر، انت جهاز عادي. هقول له انترفيس، هو واصل بانترفيس كام، نظر بس اسامي الانترفيسز، اف 0 على 0 انترفيس، اف 0 على 0 الاي بي ادرس بتاعه، المفروض ياخد في الرينج ده صح، رينج 192 192 162 1 10 مثلا، وادي السبنت ماسك بتاعه، تمام. وبعد كده ايه، نو شوت داون اكزت. ده مش المفروض بتدي للجهاز جيت واي صح؟ هروح قايل له اي بي ديفولت جيت واي. هنا المشكله بقى، هتدي جيت واي مين؟ هتدي جيت واي مين؟ ده اف 1 على 0 اللي هو 192 1 2 ولا 1 3؟ لو انا اديته ده كده 192 168 1 2، يبقى انا قلت له مين الجيت واي بتاعك؟ ها؟ ار مين؟ ار 1 صح كده، ده اصبح الجيت واي بتاعه. فلو ار 1 ده وقع، هل ده يقدر يطلع بره الشبكه؟ لا. تعال نبص كده، انا اديته جيت واي اهو خلاص. تعال نعمل بنج بقى كده، اقول له بعد اذنك اعمل لي بنج على 4444 وديني للراوتر اللي فوق ده، ديستنيشن هوست انريشبل. طب تعال نشوف الراوتر ار 1 هو اصلا قادر يوصل للشبكه 4 دي ولا لا. انيبل شو اي بي روت 100، ده الانترفيس بتاعته مقفول. شو اي بي انترفيس بريف، الانترفيس السيريال اللي طلع بره معمول له ايه، شوت داون. انترفيس السيريال اللي طلع على الراوتر التاني مقفول، فلازم نفتح، ما ينفعش. هيشتغل ازاي؟ تمام. كونفيجر تيرمينال انترفيس اس 0 على 0 على 0 اس 0 على 0 بس، واقول له ايه، شوت داون. طب بالمره بقى نتاكد من كله، انيبل شو اي بي انترفيس بريف، لا دول الاثنين ايه، اب ما فيهوش مشاكل. طب نشوف اللي فوق كده، انيبل شو اي بي انترفيس بريف، اكيد شغالين ان شاء الله، تمام. دول شغالين واللوب باك شغال، يبقى بس كان في مشكله بس في مين، في الانترفيس ده بس. خلاص تعال نحاول نرجع تاني بقى كده من الجهاز، بينج كده. اول واحده وقعت عشان الماك، عم يجيب الماك ادرس ارب ريكوست وارب ريبلاي كده شغال اهو، تمام كده. بس شغال لان انا قايل له الجيت واي بتاعك مين، 192 واحد ايه 2 اللي هو ده. طب انا جيت على ده كده رحت موقف، شكرا، مع سسبند كده بعمل له بوز بوقفه، تمام كده. هل الجهاز ده هيقدر يطلع؟ مش انت الجيت واي، مش هو انت بتقول له الجيت واي بتاعك 1 2، تمام. طب ما 1 2 ده ما عادش موجود اصلا صح كده، هل هيقدر يطلع على النت دلوقتي؟ طب انا عايز احل المشكله دي، المفروض بقى اقول له لا روح الجيت واي مين، يبقى واحد كام؟ 1 3. طب وانا هقعد بقى واخش كل شويه اغير الجيت واي على الاجهزه؟ تمام. لا انا عايز الموضوع ده يتم ايه؟ اوتوماتيك. اعمل ايه؟ تعالى نرجع ده تاني ستارت مره تانيه، نعمل بقى الريدندنس بتاعتنا بقى. هخش على الراوتر الاولاني اهوت، كونفيجر تيرمينال انترفيس اف 1 على 0 اللي هو الانترفيس اللي واصل ده، احنا كنا شغالين انترفيس في لان، لان احنا كنا شغالين على سويتشات، تمام. انترفيس اف 1 على 0 هو واخد اي بي خلاص، هقول له بقى ستاند باي ورقم الجروب بتاعتك. شايف هنا رقم الجروب، تقدر تعمل كام جروب؟ من زيرو لكام؟ براحتك، ما انت مش مقيد بعدد معين. فاقول له جروب اولانيه بس، انا هعمل جروب واحده بس ستاند باي 1. الاي بي بقى بتاع الفيرشوال راوتر بقى هيبقى كام؟ 192.168.1.1. ده فيرش، ده الفيرشوال بقى اللي انا هعمله ما بينهم بقى، تمام كده 192.168.1.1. وعايز اخليه هو الاكتف، هقول له ستاند باي 1 بريورتي، وادي له مثلا هو باي ديفولت 100، ادي له مثلا كام؟ 120 مثلا، يعني رقم اعلى من 100، تمام كده. بعد كده عايزه لو وقع يرجع مره ثانيه، اقول له ستاند باي 1 ايه؟ بريمت، تمام. لو وقع تشتغل مره ثانيه. طب سيب التراك دي نجربها كمان شويه، تمام. طيب تعالى هنا، انت عملت ده هنا، اللي عملته هنا تروح تعمله على الراوتر الثاني، كونفيجر تيرمينال انترفيس اف 1 على 0، هنا هتقول له ستاند باي اي بي هيبقى 192.168.1.1 واحد واحد. بعد كده ستاند باي 1 بريمت برضو،
تمام. هل هتديله هنا بريورتي؟ ها هيبقى ليه بريورتي؟ مفيش بريورتي هنا، ما هو باي ديفولت ايه؟ 100 صح، مش هو باي ديفولت 100، ويبقى هناك كده هو الايه؟ هو الاعلى. تمام تعال عشان نتاكد، بص هنا من غير ما نكتب الامر حتى، هنا بيقول لك الانترفيس اتحول الاول لحاله السبيك، بيحاول يتفاوض الاول، بعد كده اتحول لحاله الايه؟ الستاند باي، بعد كده بقى هو الايه؟ الاكتف. فلو عملت دلوقتي شو ستاند باي، شو ستاند باي بريف، شو ستاند باي بريف، قال لك هنا بالنسبه للانترفيس ده في الجروب رقم واحد بريورتي بتاعته 120، الحاله بتاعته هو الايه؟ الاكتف. انا الاكتف، انا اللوكال، الستاند باي لسه ايه؟ انون، لسه ما اعرفش لسه ما اعرفش الستاند باي. بس في رساله طلعت لي هنا غريبه، دوبلكيت ادرس 192.168.1.1 ان فاست ايثرنت 1 على 0 سورس باي كذا. في حد واخد 1 على 0 1 ده؟ مين اللي واخد 1 شو اي بي انترفيس بريف ده كان واخد كام؟ ده 1 2. والجهاز بتاعنا واخد كام؟ الجهاز احنا عاطين له كام؟ 10. ما فيش حد واخد 1 اهو، وده 1 3. امال مين اللي واخد 1 1 يا عم؟ طب اشتغلنا ده ولا ايه؟ دوبليكيت ادرس ده اللي هو الجروب بتاعتنا صح؟ دي الجروب. هو احنا رحنا الار 2 عملنا ايه يا شباب؟ ده ار 1 هنا، جروب واحد وهنا جروب واحد، هنا بريمت هنا بريمت، هنا بريمت 120. امال ايه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو عملنا كده نظرت في جروب اسمها جروب زيرو، لان الماك اللي موجود ده 00 مش 01. طب نعمل كده شو راني؟ في جروب تاني يا باشمهندس اسمها جروب زيرو، الظاهر واخد نفس الاي بي، لان الاي بي ده الماك، الماك اخره اي سي 00، هنا اللي احنا عاملينه جروب واحد المصري ستاند باي. ستاند باي ما كتبنا ستاند باي اي بي، ما كتبناش رقم الجروب. هنا المشكله في الراوتر ده، كتبنا ستاند باي اي بي كتبنا كذا، فهو اعتبر الجروب رقمها ايه؟ زيرو. فهو ده اللي كان مسبب المشكله. كونفجر ترمينال انترفيس اف 1 على 0 تمام كده نو. تعالى ده غنى احنا ده كده، وبعد كده اقول له ستاند باي 1 اي بي، ستاند باي 1 اي بي تمام كده 192.168.1 ايه؟ واضح كده؟ يبقى كانت المشكلة بتاعتنا ان احنا بننسى نكتب هنا رقم الجروب، فاعتبر ان دي جروب ايه؟ جروب جديد. تعالى نعمل بقى هنا شو ستاند باي بريف تمام كده، لسه برضو ما عرفش التاني. هنا البريورتي هو ده الاكتف، خلاص كده تاني. هو كده هو عمل جروب اسمها جروب 10 بقى ولا ده ايه؟ جروب 10 ايه؟ لا بس ده مش جروب، ده حاجة تانية، مش اي سي، ده ماك تاني. كده هو خلاص ظبط اهو، ده الاكتف والتاني ايه؟ والستاند باي اللي هو 1 3. 1 3 اللي هو مين؟ اللي هناك. واضح كده؟ طيب هنا دلوقتي لو انا دلوقتي المفروض للجهاز بي سي 1 ده ادي له جيت واي مين بقى يا شباب؟ اللي هو 1 3 اي بي ديفولت جيت واي، ادي له الجيت واي الفيرشوال بقى اللي انا عملته اللي هو 192.168.1 ايه؟ 1 1 ده الجيت واي بتاعه تمام. تعالى بقى كده لو عملت بنج، مش كنا لسه كاتبينها بنج على 4 طلع دلوقتي من هناك ده تمام كده. طب لو عملت هنا جيت وقفت على ده سسبند، وجيت انا عملت بنج تاني، هو المفروض دلوقتي لو انا رحت للتاني، لو رحت لار 2 بص دلوقتي ايه اللي حصل يا شباب؟ شو هنا بيقول لك ايه؟ اف 1 جروب ستيت ستاند باي تحول لحاله الايه؟ الاكتف. التاني تحول من ستاند باي لاكتف، لو عملت له شو ستاند باي بريف قال لك دلوقتي الحاله بتاعتي بقيت انا الايه؟ الاكتف دلوقتي، وماليش حد ستاند باي موجود. تعال نعمل كده بنج، فين الجهاز؟ ادي الجهاز اهوت بنج دلوقتي برضه شغال، بس دلوقتي ماشي من مين؟ من الـ
من التاني من الفرع التاني معايا كده مش ماشي من اول واحد يبقى هو كده ماشي من الطريق التاني. طب لو رجعت ده تاني مره تاني يا شباب هل هيرجع تاني يبقى اكتف ولا لا؟ احنا عملنا بريمت ولا لا؟ مش احنا عاملين بريمت صح كده يبقى هيرجع تاني يبقى ايه اكتف. تعال نشوف كده ار واحد ما شغلناه شو ستاند باي بريف بقى هو دلوقتي هو الايه يا شباب ها بقى هو كده الايه الاكتف والتاني بقى هو الستاند باي. يعني حتى تلاحظ هنا بقول لك انا رجعت تاني من السبيك رجعت تاني حاله ايه كان الاول بقول انا رجعت لحاله الاكتف فوق تمام من الستاند باي اتحولت الاكتف الوقت قال لك لا انا رجعت تاني بقيت ايه ستاند باي. واضح كده يا شباب؟ طيب يبقى هنا ده اللي هو الايه الكونفيجريشن بتاعك. طب هنا دلوقتي لو انترفيس ده وقع انترفيس اس 0 على 0 ده حصل فيه شت داون يعني انترفيس ده وقع يعني هو الوقت ده الاكتف اه بس لو رحت جاي كده كونفيجر تيرمينال انترفيس اس 0 على 0 رحت قايل له شت داون قفلت تمام كده انا قفلت الانترفيس اللي فوق ده. هل كده ار واحد يقدر يوصل لللوب باك اللي فوق؟ لا يعني لو رحت للبي سي واحد دلوقتي هيقدر يوصلني ده بي سي واحد اهو قلت له بنج كده هل هيقدر يوصلني؟ لا ليه؟ ما خلاص ما انت قافل الانترفيس ده ما الانترفيس ده مقفول يبقى مش هيقدر يوصلك بس هو مازال ار واحد مازال هو الايه يا شباب؟ مازال هو الايه؟ الاكتف. المفروض لو الانترفيس ده وقع مني يبقى الاكتف التاني بقى التاني هو اللي يمشي معايا يبقى لازم اعمل تراك لمين؟ للسيريال ده ها؟ حتى لو في راوتنج بروتوكول داخلي؟ حتى لو في راوتنج ما انا مشغل راوتنج بروتوكول بس انا عامله ستاتيك انا كده مشغل راوتنج بروتوكول تمام؟ طيب يبقى هنا هتروح على الجهاز ده ار واحد كونفيجر تيرمينال تعال نخش تاني انترفيس اس 0 على 0 هنقول له عادي نشط داون كده هو شغال اهو اكزت هقول له بقى انترفيس اف 1 على 0 ستاند باي 1 تراك راقب لي مين اس 0 على 0 بس لو كتبت اس 0 على 0 وسكت كده هينقصها مقدار كام 10 بس صح طب ما لو 10 انا 120 اصلا لو نصب ب 10 بقت 110 اعلى برده من ايه من التاني فلازم لا هقول له مثلا اصلا مقدار مثلا 30 يعني بقول له انت البريورتي بتاعتك 120 طول ما حاله انترفيس اس 0 على 0 دي ايه اب وقعت بقت داون نقص لي 120 دي بمقدار كام 30 تمام كده تعال نشوف كده هو لغايه دلوقتي دو شو ستاند باي ستاند باي بريف لغايه دلوقتي هو لسه الايه الاكتف تعال بقى نخش على اف 0 على 0 كده ونقفله انترفيس اس 0 على 0 ونروح قايلين له يا شباب شوت داون اقفل الانترفيس ده تمام شوف على طول الحاله اتحولت لايه من اكتف لسبيك ومن بعد السبيك على طول اتحول لحاله الايه ده بيقول لك ادمنستريف داون تعال نعمل كده شو ستاند باي بريف بقى هو يا شباب الستاند باي امال مين بقى الاكتف تاني تعال نروح لار 2 كده هو اصلا بيقول لك انا اتحولت من حاله الستاند باي بقيت الايه اكتف تعال نعمل شو ستاند باي بريف بالك بقيت انا الايه اكتف يبقى كده بي سي 1 يقدر يوصل ولا لا اوكي صح كده وضحت اللعب في ايه تمام طيب في امر تاني يا شباب برضو اسمه ممكن اكتب بس شو ستاند باي بس من غير بريف بس اجيب لك معلومات اكتر شويه او بتفصيل تاني هنا بقول لك انت بالنسبه للانترفيس اف 1 على 0 انت عامل جروب رقمها 1 الحاله بتاعتك دلوقتي ايه ستاند باي الحاله بتاعتك اتغيرت كام مره اربع مرات مره ستاند باي مره اكتف مره وهكذا الحاله بتاعتك عماله تتغير اخر مره اتغيرت من 27 ثانيه الفيرتشوال اي بي اللي انت هتبعته للناس هو 1-1 الفيرتشوال ماك اهو اخره 0 ايه 1 قلنا الرقم ده رقم الايه جروب صح كده ان احنا في جروب رقم 1 اللوكال ماك فيرتشوال ماك ادي الماك بتاعك تمام هنا الهالو تايم بتتباع كل كام ثانيه 3 ثواني الهولد داون تايم كل قد ايه 10 تمام كده بعد كده النكست هالو تايم هتتبعت يعني الهالو هتتبعت خلال كام ثانيه ثانيتين ثلاث ثانيتين ويبعت هالو تاني هالو تاني البريم بت ايه ها انيبل يعني انت سامح له لو وقع هيرجع تاني هو الايه هو الاكتف هنا الاكتف راوتر دلوقتي هو 1-3 اللي هو الراوتر التاني صح كده الاكتف دلوقتي هو مين 1-3 لان انا مطبق الامر على ار 1 تمام بعد كده الستاند باي وراوتر الستاند باي هو مين لوكال لوكال يعني ايه انا صح كده طب البريورتي بتاعتي دلوقتي كام يا شباب 90 بس بيقول لك انت كنت عامل لي كونفيجر بكام 120 طب ايه اللي خلاك دلوقتي 90 قال لك انت كنت عامل لي تراك للايه للانترفيس ده وقلت لي الستيب بتاعته داون لو هو داون هعمل لك ديكريمنت بكام ب 30 فانا كنت عامل له كونفيجر 120 نقصت 30 اداك كام؟ 90 واضح كده؟ ايه الفرق بين الاكتف فيرتشوال ماك واللوكال؟ هما الاثنين حاجه واحده يعني الاثنين رقم واحد
تمام كده، مش ده اللي هو المفروض الفيرشوال. الفيرشوال ماك بيبقى صح، ده احنا بنحط الجروب صح. تمام كده. طيب يبقى هنا لو رجعت قلت له الانترفيس ده تاني نو شت داون، هيرجع تاني هو الايه؟ الاكتف صح كده، مش المفروض يرجع تاني هو الاكتف؟ تمام كده، لان الانترفيس كده هيبقى حالته ايه؟ رجع تاني بقى هو حاله الايه؟ الاكتف. عشان انا لو عملت دلوقتي شو ستاند باي، رجعت دلوقتي بقى البريمت انيبل اكتف راوتر از ايه؟ لوكال، بقيت انا الايه؟ انا الاكتف دلوقتي، هو لسه ما عرفش الستاند باي. خلاص كده الستاند باي عارفه اهوت، البريورتي بتاعته 100 تمام، الاكسباير هيبقى بعد وقت قد كده. هنا البريورتي بتاعتي 120 والكونفيجر كام؟ 120، لان الانترفيس بتاعته حالته ايه؟ ها؟ تمام كده. ده الاتش اس ار بي. طب في الفي ار ار بي يا شباب، لو عايز اغير الكونفيجريشن ديت هخليها في ار ار بي، ايه اللي هيختلف عندي؟ هشيل كلمة ستاند باي دي واحط مكانها كلمة ايه؟ في ار ار بي. يعني بدل ما اشيل كلمة في ار ستاند باي، بدل ما اكتب كلمة ستاند باي كذا وستاند باي كذا وستاند باي كذا، هكتب كلمة في ار ار بي، في ار ار بي، في ار ار بي. بس هل الفي ار ار بي في في تراك؟ لا مفيش حاجة اسمها تراك. واضح كده؟ في الستاند باي في الفي ار ار بي اللي هو تبع اي تريبل اي، مفيش حاجة اسمها تراك للايه؟ للانترفيس معين. تمام. والبريمت قلنا باي ديفولت ايه؟ طبعا. ها واضح كده؟